حياكم الله مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في برنامج المؤشر، وهذه الفترة الثانية نتابع فيها معكم ختام التداولات على هذه الجلسة المتراجعة، وإن كانت السيولة يعني مرتفعة قياسا بسيولة الجلسات الماضية، لكن أيضا أثر هذه السيولة هي ضغوطات بيعية على بعض الشركات، وكذلك أيضا لا سيما الشركات المؤثرة كالشركات القيادية في السوق الأول، فتراجعت مؤشرات السوق بشكل واضح في هذه الجلسة. نتابع التفاصيل، وهي فترة المزاد، وهي فترة مهمة بعدها تتبين إن شاء الله ملامح ختام هذه الجلسة بشكل واضح بصورة أشمل مع الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت. وحياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد جلسه سلبيه للغايه بالنسبه للشركات القياديه، لكن حدثت عمليات شراء جيده على البنك الوطني، تقريبا هو الافضل وهو الابرز، فيما الضغوط البيعيه مستمره على معظم الشركات دون استثناء. مجموعه ايفا تالقت في بدايه الجلسه لكن ردت مره ثانيه وتعرضت لضغوط بيعيه خاصه ارزان وعقارات الكويت، فيما ايفا هي الافضل وهي الابرز. لاحظنا اليوم تميز مجموعه الوطنيه الدوليه القابضه بصوره ملفته، ودخول الساحه اليوم في صعود قوي جدا مشاهدينا الكرام، تجاوز 8 فلوس، وكذلك الوطنية الدولية القابضة والخصوصية نشاط واضح لهذه المجموعة. فيما بقية المجاميع الأخرى لا والله قاعد تعرض لضغوط بيعية كبيرة جدا، مما أدى ارتفاع السيولة حوالي 39.5 مليون. خلينا نشوف معاكم مشاهدين الكرام قبل الدخول بإغفالات المزاد في هذه اللحظات، نشوف معاكم شنو راح يصير في هذه الجلسة. أنا قاعد أشوف الشراء جيد على الوطني في هذه اللحظات، وكذلك هناك شراء على بعض الشركات الأخرى، يعني اللي قاعد أشوفه مشاهدين الكرام بعض الضغوط البيعية على بعض الشركات، والشركات أخرى لا والله تعرض لضغوط بيعية كبيرة جدا في هذه اللحظات. قاعد اشوف انا مشاهدينا الكرام الوطني، لا الوطني وضعيته جدا ممتازه، الخليج في عروض بالحد الادنى 419,000، بيتك العرض بسيط جدا الطلب افضل من العرض، بوبيان كذلك الوضع جيد لحد الان، هم متراجعين طبعا في تراجع، استثمارات الوطنيه يعني راح تقفل على 34، المشاريع 22، ارزان لا تعرض ضغوط بيعيه كبيره جدا، ارزان راح تقفل على تراجع مشاهدينا الكرام في لسين 167 حتى اللحظة، طبعا لم يتبقى إلا ثواني معدودة وندش المزاد. كذلك أعيان وضعية جيدة، أعيان التراجع فلس راح يكون، الامتياز بوضعية راح تتراجع، راح تفقد المكاسب. عقارات الكويت اللي تتراجع بقوة، سوف تتراجع بقوة عقارات الكويت، يعني حوالي 3 فلوس تراجعا في هذه اللحظات، لأن الضغط البيعي واضح على عقارات الكويت. المباني فلسين تراجعا مشاهد الصناعات الوطنية، كذلك فلسين، الكيبلات بارتفاع، السفن تتألق مع ارتفاع أو مع العقود المليونية اللي قاعد تأخذها الفترة الأخيرة، يعني عقود كبيرة جدا راح تكون مشاهدين الكرام للسفن، ولاحظ اليوم عقد كبير جدا. وفي هذه اللحظات راح ندش المزاد مشاهدين الكرام ووضعية بعض الشركات في هذه اللحظات، وقاعد أشوف أنا الضغط البيعي مستمر مشاهدينا الكرام حتى نهاية هذه الجلسة، لذلك الضغوط البيعية واضحة على كثير من شركات السوق في نهاية هذه الجلسة. نشوف ألافكو بتراجع في السين، الجزيرة مشاهدينا الكرام، والله الضغط البيعي واضح مشاهدينا الكرام والله على كثير من شركات السوق، ولكن شركات أخرى لا والله تعرض لعمليات شراء إيجابية في هذه الجلسة. الغانم العرض الطلب أفضل من العرض في هذه اللحظات، شمال الزور لا نفس الشيء، الطلب أفضل من العرض لكن متراجع 3 فلوس، المتكاملة نفس الحكاية بتراجع، دشينا المزاد مشاهدينا الكرام في اللحظات الأخيرة، ونشوف ايش راح يصير في نهاية هذه الجلسة، أول 40 ثانية حاليا. وأما بالنسبة لشركات السوق الرئيسي فتعرض إيفا تعرض للضغط في هذه اللحظات، لكن الطلب جيد نوعا ما، لكن ما أدري ايش راح يصير في نهاية الجلسة، لكن الضغوط البيعية واضحة مشاهدينا الكرام على كثير من شركات السوق. الوطنية الدولية القابضة الطلب أفضل من العرض، ودخول قوي جدا على الوطنية الدولية القابضة، كذلك الساحل طلب قوي جدا، الساحل مشاهدينا الكرام راح يقفل ارتفاع اكثر، الساحل 1.5 مليون تداول اليوم، وارتفاعات جيده لبعض الشركات، والضغوط البيعيه مستمره على شركات اخرى. نشوف وطنيه دوليه القابضه وضعيته جيده، الصفات على تراجع ويستمر التراجع، وتراجع فلس الصفات، صكوك كذلك تعرض لضغوط بيعيه واضحه مشاهدينا الكرام، وتراجع واضح لصكوك، اسيا بارتفاع جيد، واسيا بوضعيه جيده في هذه الجلسه، والطلب افضل من العرض في نهايه هذه الجلسه. والله في ضغوط بيعيه على ارزان وعلى عقارات الكويت في بدايه هذه
بالنسبة لمجموعة إيفا عربية عقارية كذلك، لكن وضعية جيدة في هذه اللحظات. نشوف معاكم وضعية العقارية متراجعة مشاهدين الكرام، وضع العرض أكثر من الطلب، لم يتبقى شيء. ها هي نهاية هذه الجلسة، ها هي نهاية هذه الجلسة مشاهدين الكرام، والسوق الرئيسي يذهب إلى المنطقة الخضراء والسوق الأول يتراجع بقوة، يعني 42 مليون و296 من 39 مليون ونص تقريبا مشاهدين الكرام، تقريبا مليون ونص مشاهد، مليونين ونص تقريبا بس بإخفال المزاد، لكن التراجعات مستمرة والوضع العام سلبي في نهاية هذه الجلسة مشاهدينا. وقاعد نشوف الوطني بعد المنطقة الخضراء استقر، والخليج يستقر بعد تراجع، والدولي مشاهدين الكرام يستقر في مبرقان بأربع فلوس تراجعا، وبيتك ثلاث فلوس تراجعا، بوبيان بأربع فلوس، الكويتية على استقرار، صمارة وطين ثلاث فلوس تراجع، المشاريع تذهب إلى المنطقة الخضراء، أرزان بفلسين وأعيان بفلس، والامتياز على ارتفاع عقارات الكويت كذلك فلسين. التراجعات واضحة ومستمرة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة على أكثر من شركة، التراجعات واضحة في نهاية هذه الجلسة على أكثر من شركة، لذلك الضغط البيعي استمر مشاهدين الكرام حتى بإخفال المزاد على الشركات القيادية، شمال الزور ثلاث فلوس، متكاملة فلس، ميزان خمس فلوس، بنك وربا فلسين تراجع عن اليوم، بر وربا يقفل اليوم اقفال سلبي للغايه، 193 اقفال لوربا، يعني اقفال سلبي في مال الجزيره في المنطقه الخضراء، ونلاحظ هيومن سوفت بتراجع، والافكو كذلك بتراجع في مازين، استقرت بعد ان كانت متعرضه لضغط بيعي، السفن 31 فلس صعودا، ونلاحظ الكيبلات بعد ان كانت منطقه الخضراء تتراجع فلسين في نهايه هذه الجلسه، واستوله حاليا قاعد اتكلم مستوله قاعد تقفز حاليا تصل الى 43 مليون، يعني 3 مليون ونص بس مشاهدينا الكرام باقفال المزاد وما بعد المزاد، لذلك الضغوط البيعيه مستمره والبيع واضح على معظم الشركات القياديه، لذلك الشركات القياديه تعاني، الشركات القيادية تعاني مشاهدين الكرام من هذه الضغوط البيعية والبيع الحاصل على كثير من شركات السوق الأول، فيما الشركات المضاربية واضحة مشاهدين الكرام في السوق الرئيسي، وواضح بأن هناك ضغط على بعض الشركات الأخرى وتعرض لعملية جني أرباح في نهاية هذه الجلسة بعد صعود قوي جدا وماراثوني في هذه الجلسة، خاصة كعربي قابضة فقدت كثير من المكاسب بس أخفلت على 550، إيش كثر ما أدري بالضبط صعودها، لكن بعد كانت بصعود أكثر من هذا الصعود تراجعت مشاهدين الكرام وفقدت بعض المكاسب. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام على عجال السوق الاول ومن ثم السوق الرئيسي في ظل القوة الشرائية الحاصلة في هذه اللحظات وارتفاع السيولة بصورة ملموسة مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الجلسة، والسيولة مثل ما ذكرت الحين حاليا 43 مليون و300 او 250 نقول، لكن نشوف مشاهدينا الوطني تقريبا وطنية الدولية القابضة تقفل على 123، جلتي على 564 عدت جلتي، كانت تراجعت أكثر جلتي في نهاية هذه الجلسة مشاهدينا الكرام، ست فلوس تراجع لجلتي، ونلاحظ عربي قابضة 550، الصفقات اللي قاعد تمرنا الصناعات الوطنية اليوم 210، يعني تراجعات واضحة، الصناعات الوطنية 210 صفقات واضحة، فيما السوق خلينا نروح السوق الرئيسي مشاهدينا الكرام ما عندنا وقت، الأهلي بصعود فلس، المتحد فلس، الخصوصية فلسين صعود الخصوصية فيما مساكن ودلقان على تراجع، الإيفا بفلس صعودا، والساحل بعشر فلوس مشاهدينا الكرام، عشر فلوس بالكمال والتمام الساحل. مليونين و639 صعود قوي جدا للساحل، فيما البيت على ارتفاع، المركز وكميفك والخليجي على تراجع، بيان بارتفاع، كيفك بفلسين فاصلة ثمانية صعودا، كامكو على تراجع، وطنية الدولية القابضة سبع فلوس، يعني مجموعة اليوم وطنية الدولية القابضة تتألق، الخصوصية فلسين والساحل 10 فلوس ووطنية الدولية القابضة 7 فلوس، يعني نشاط واضح لهذه المجموعة، ونلاحظ كذلك الصفات المتراجعة بفلس، اكتتاب بارتفاع، صكوك فلس وعشر الفلس وعشري الفلس مشاهدينا الكرام تراجعا، نور المتراجعة، آسيا بارتفاع فلس ونصف الفلس بعد إعلان زيادة ملكيتها في الشركة الهندية للفنادق، ولاحظنا ارتفاع جدا جيد اللي راح تدرج خلال ست أيام عمل، راسيات المتراجعة وكذلك الكويت للتأمين فيما الخليج التأمين وأربع التأمين على ارتفاع، المتحدة بارتفاع فيما الوطنية العقارية والصالحية العقارية على تراجع مع عربية عقارية وارتفاع للمصالح والإنماء والسنام 15 فلس اليوم سنام، زيادة رأس المال وارتفعت فوق 15 فلس لسلام، برافو سلام عمارة، الصعود قوي جدا، العقارية بالصعود، أعيان العقارية المتراجعة لكن تجارة والتعمير وأركان وأرجان ومنشآت جميعهم في المنطقة الحمراء فيما ارتفعت دبي الأولى ومدينة الأعمال وتراجعت منازل، ونلاحظ اسمنت الكويت وبورتلاند المتراجعين، ورقية معادن والسكب مشاهدين الكرام، وكذلك المعدات كذلك التابعة للمجموعة الوطنية الدولية القابضة تملك فيها الخصوصية 17 فلس صعودا، وطنية المواد البناء بخمسة فلوس والاستهلاكية بفلسين، والله ضغط بيعي واضح، والله ما قاعد الصفقات ما قاعد توقف،
الصفقات ما قاعد توقف حتى هذه اللحظه، يعني دشينا باللحظات الاخيره مشاهدينا الكرام اخبار ما بعد المزاد، والصفقات ما راضي توقف نتيجه الضغط البيعي على بعض الشركات البتروليه بارتفاع التنظيف. كذلك عربي غابض 11 فلس، عربي غابض 11 فلس صعوده كان صاعده اكثر لكن اقفلت على 550 صعود 11 فلس، اريد والرابطه على تراجع، وكذلك المعامل والتخصيص فيما ايفا فنادق بفلس صعودا المشتركه ب 11 فلس. مشاهدينا الكرام ارتفاع للمشتركه بعد العقد المليوني ومشاعر بفلسين فاصلة ستة صعودا، وكذلك أولى وقود ومنتزات بنصف فلس، فيما التقدم والسور على تراجع فيوتشر كيد ومواشي بفلسين، والغابضة المصرية بارتفاع فلس، فيما بينفست واس تي سي على تراجع، وكذلك جي تي سي واستغرة المنار بتداول مليون وأربعمية. نلاحظ نهاية هذه الجلسة مشاهدين الكرام تراجع 22 نقطة للسوق الأول، وارتفاع السوق الرئيسي 4.13 نقطة، وتراجع السوق العام 14 نقطة بسيولة 43 مليون و726، 43 مليون و726. مشاهدين الكرام بضغط بيعي مستمر، الوطني اليوم تداول 8 مليون و444، الخليج مشاهدين الكرام والدولي على استقرار وبكميات تداول كبيره جدا، على الاقل بالبنوك اليوم عليها كميات تداول، بيتك 5.5 مليون، بوبيان 2.25 مليون، يعني هناك مشاهدينا الكرام ضغوط بيعيه واضحه في نهايه هذه الجلسه على معظم الشركات دون استثناء، لذلك نامل مشاهدينا الكرام بالافضل في سوقنا في الايام الجلستين القادمتين، لان فعلا الوضع جدا صعب بالنسبه للشركات القياديه والضغط البيعي مستمر على هذه الشركات، نامل التوفيق للجميع وكل الشكر لك رائد وكل الشكر لمشاهدينا الكرام. يعطيك العافيه أبو عبد الله، كل الشكر لك. إذا مشاهدي الكرام ضغوطات بيعية منذ انطلاق جرس افتتاح هذه الجلسة وكانت واضحة على الشركات القيادية على السوق الأول، لكن أغلب السيولة اليوم توجهت إلى الوطني بشكل واضح في بداية الجلسة وحتى منتصفها وأيضا في الأخير. ارتفاع السيولة أيضا هو ما يميز هذه الجلسة، وإن كانت سيولة بيعية بضغوطات بيعية عدا بعض المجاميع النشطة اللي نشطت أيضا وكان أيضا نشاطها واضح من ضمن الشركات المضاربية، بينما السوق الأول لا زال تحت وطأة التراجعات يوم عن يوم، كذلك أيضا أو تحديدا قطاع المصارف أكثر شيء ورب اليوم رأيناه أيضا يعني يتصدر أيضا في السيولة، وكذلك أيضا التراجعات بشكل واضح، وهو الذي منذ أيام حتى بارتفاع السوق لم يستفد من هذه الارتفاعات من بين قطاعات المصارف، لكن لا زال بيتك على تماسكه عند هذه المستويات، وأيضا الوطني رغم أن الصفقات كانت كبيرة على الوطني في جلسة اليوم وأخذ حصة كبيرة من سيولة هذه الجلسة. دعونا نأخذ تفاصيل ورأي ضيفنا الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي من استديوهاتنا في بورصة الكويت حول هذه الضغوطات البيعية وإلى أي مدى هي يعني مفاجئة كمحللين ومراقبين. حياك الأستاذ ناصر، يا أهلا ومرحبا فيك. مساء الخير رائد، أهلا وسهلا فيك وفي جميع الأخوات والأخوة مشاهدي برنامجكم. حياك الأستاذ ناصر، التراجعات مستمرة منذ فترة لكن اليوم أيضا كانت شوي نوعا ما يعني أعادت المخاوف مرة أخرى باعتبار التراجعات اللي كانت مركزة أكثر على مكونات السوق الأول أو قطاع المصارف، تعليقك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب فيك مجددا رائد. مثل ما تفضلت يعني جلسة هذا اليوم هي استمرار لنزيف لنقل مستمر منذ فترات من جلسات سابقة، قد تكون بعض الجلسات يعني يكون فيها نوع من التفاؤل نسبي، لكن يعود مرة أخرى السوق لينخفض بشكل غير مبرر، بشكل يعني لنقول غير مع يعني محدد الوجهة. هناك بيع، عمليات بيع قوية جدا على بعض الأسهم القيادية ما بين جلسة وأخرى، واضح هذا الأمر حسب المعلومات أن هناك يعني محافظ أجنبية تقوم بنوع من بعمل تكتيكات معينة على نسبها في هذه الأسهم التقليدية الرئيسية مثل بيتك، مثل أجلتي، مثل أيضا ما تفضلت اليوم الوطن يحاول أن يعني لنقل يستقر ويكون هناك عملية شراء عند هذا المستوى. لكن بشكل عام رائد يعني غالبا ما السوق الكويتي يكون متذبذب بشكل لا نقول
نقول حاد لكن قوي يعني في 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 مثل هذه الفترة كل عام. لكن مقابل ذلك رائد يعني لاحظنا أن هناك أيضا نوع من الاستمرار بالشراء والتفاؤل والتحرك الجيد على بعض الأسهم لنقول بالسوق الرئيسي تحديدا مثل مجموعة إيفل التي لا زالت تتألق أيضا كحصل نوع من 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 الشراء لنقول الجيد على أسهم خدماتية مثل عربي قابض والسفن ومشتركة. هذا الأمر يعني يكون دائما يعني متعلق في تكتيكات مستثمرين كبار ملاك كبار في هذه الشركات. لكن أنا أتفق معك تماما بأن السوق يعني بحاجة رائد إلى نوع من المبادرات القوية من قبل الملاك من قبل المستثمرين. وأيضا يعني سبق وأشرنا لحضرتك في تقرير سابقة أن هناك أسهم لا زالت مظلومة بشكل كبير خصوصا بالقطاع المالي والقطاع العقاري. لكن مع ذلك هذا هو السوق الكويتي رائد، لا نستطيع أن نجزم باستمراريته بالتراجع أو حتى اندفاعه للارتفاع مجددا. ممتاز. لكن أيضا نشوف مرات لون أخضر، نشوف أيضا ارتداد تماسك على أهم القطاعات يعني وأقواها قطاع المصارف مثلا تحديدا، ما عدا مثلا بنك وربة كمثال أستاذ ناصر. بنك وربة منذ جلسات يعني وهو يتراجع ومستمر أيضا في التراجع حتى وصل إلى مستويات يعني 194 و193. كيف تنظر لبنك وربة بمعزل عن القطاع؟ والله شوف رائد، لا نريد أن يعني نتكلم بأمر نجهله، لكن واضح وسبق ذكرنا لحضرتك في تقرير سابق أن هناك يعني محافظ قوية جدا يعني سواء محلية أو أجنبية كانت تبيع في سهم وربة، لكن كنا نتوقع رائد أن يرتد السهم عند أسعار معينة. وأيضا هناك عمليات بيع واضحة على سهم برقام مثلا على سبيل المثال. نعم. وأيضا بيتك بالرغم من 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 يعني لنقل المعلومات الأولية بأن النتائج للبنوك بالربع الثالث يعني معظمها ممتاز، لم تكن يعني لنقل جيدة على بعض الأسهم. هذا رائد يعني يعطينا انطباع دائما وسبق وذكرنا لحضرتك بأن من يقود التداولات بالسوق الكويتي وخصوصا أن جميع المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الكويتي ممتاز جدا. آخر تصنيف للدولة يعني من خلال وكالة فيتش أنها من أفضل التصنيفات. أيضا ارتفاع في أسعار النفط، أيضا بالاستقرار في الميزانية. كل هذه الأمور رائد يفترض أن تدعم السوق الكويتي وخصوصا بظل الارتفاع الكبير للعقار، وهذا ما كنا نتوقع. لكن للأسف هذا الأمر وسبق وأن ذكرنا يعود دائما إلى رقبات وليس قدرات، إلى رقبات الملاك وكبار المستثمرين. لاحظنا أن هذه الرقبات متى ما تبلورت إلى حقيقة مثل مجموعة إيفا تحولت هذه الأسهم إلى أسهم شعبية وأسهم قوية والكل استفاد منها، بينما للأسف هناك مجاميع كبرى مثل مجموعة المشاريع مجموعة الصناعات أيضا مجموعة أعيان، هناك شركات ممتازة جدا وتترقب صفقات وتترقب أيضا معلومات جيدة مثل كويتية الاستثمار مثل الصفات بعد قرار اندماجها الأخير مثل أيضا أعيان وهم الأسهم المهمة جدا نور الاستثمار. كل هذه الأمور يا رائد تدعونا كمحللين ومراقبين للاستغراب مما يحدث بالسوق الكويتي. لكن أعود وأؤكد بأن للأسف هذه طبيعة سوقنا، ومن الصعب الجزم أو التكهن بكيفية استمرار. لكن أنا متفائل أن بظل هذه الضغوط على هذه الأسهم الممتازة وخصوصا أيضا في ظل ارتفاع أسهم أخرى قد تحدث يعني لنقول بعض التحركات الجيدة والارتدادية لهذه الأسهم المظلومة. ممتاز. ما هو نصيب السوق الرئيسي من هذه التحركات الإيجابية في جلسة اليوم أو حتى في ظل التراجعات لما تكون مسلطة أو مركزة على السوق الأول؟ لاحظنا اليوم رائد أن هناك تحرك جيد على مجموعة الساحل أو مجموعة الخصوصية كما يعني يقول أهل السوق، وأيضا لا نستطيع التحدث عن معلومات يعني قد تكون إشاعات بشأن صفقة للساحل، لكن هذه الأمور قد تكون يعني إشاعة ما لم
يعني تحسن بشكل حقيقي، لكن هذا التحرك وهذه المبادرة يعني محترمة ومقدرة من قبل هذه المجموعة وقبلها مجموعة إيفا، ونأمل أن تتحرك مجامع أخرى حتى لو يعني لو تكون نوع من المبادرات لنقل الذاتية من بعض المستثمرين الكبار. وأيضا هناك بعض التحركات الجيدة لاحظناها على أسهم خدماتية، وأيضا أعود المشتركة وعربي قابضة، يعني عربي قابضة قد تكون لها يعني خصوصية معينة في محافظ قوية جدا داخلة على السهم، قد ترى يعني فيه كسهم بالمستقبل أسعار أكثر من ذلك. أيضا السفن هناك تحرك للملاك وهذا أيضا مقدر من قبلهم، أيضا المشتركة، لكن بقية الأسهم هناك يعني بعض علامات استفهام تقع على التراجع القوي والبيع القوي على بعض الأسهم مثل مجموعة أجيليتي، مثل أيضا مجموعة المشاريع، وأيضا بعض الأسهم اللي تفضلت فيها حضرتك مثل وربة وبرقان. هذه التراجعات وعمليات البيع يعني أنا أعتقد أنها تحمل بعض العلامات الاستفهام، لكن نعمل كل ما نعمل رائد أن تستقر هذه الأسهم، لأن هي الأسهم الرئيسية التي من خلالها يستقر السوق وتتحرك بعض المجاميع والأسهم الأخرى. نعم، يعطيك العافية وكل الشكر لك الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي، كنت معنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت حول جلسة اليوم. والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر، يجدد إن شاء الله اللقاء معكم في تداولات الغد رابع جلسات هذا الأسبوع. دمتم بكل خير ومع السلامة.